والزيتون شويه هذا العام ناقص ماشي بزاف، ولكني باقي ما بديناش باش نشوفوا واش كاين الخصاص بزاف في الزيتون ولا شويه. وستوك ديال الزيت القديمه كاينه، جديده ان شاء الله راه غادي تكون ما بين 1500 قول 75 70 درهم اللي تنقولوا حنا، ولكن دابا الزيتون باقي ما بديناش باش نعرفوا بالضبط شنو كاين. وما الزيت غادي تكون ان شاء الله كاينه في العام. ودابا باين الزيتون ما والتش هذا العام بزاف، الزيتون ما والتش، وشارين البياع وشرايه شارين الزيتون على الشجره. دابا كاين اللي شاري ب 160 170 فوق الشجره، 160 فحال قلتي 160 7 دراهم، 7 دراهم 8 دراهم الكيلو باش شراو فوق الشجره، باقي ما حيدوش. ودابا غادي يزيدوا الخدامه ويزيدوا ترونسبور، وعاوتاني الفلاحه غادي اسميتو صحاب المعاصر دابا غادي تشري وتزيد عليه عاوتاني الخدامه واسميتو داك الصاير دابا اللي غادي يخليك باش تطلع الزيت. يوصل يوصل 10 دراهم في الاواخر فاش تيعطي فاش تينتج مزيان في الزيت غادي يوصل 10 دراهم. اي دابا الزيتون الى وصل 10 200 ريال 10 دراهم الكيلو ديك الساعه غادي يبقى يعطي، واخا غادي يوصل 10 دراهم غادي يبقى يعطي شويه، الى عطى 17 18 حتى 20 في القنطره غادي يكون شويه مزيان. الزيتون ديال من زاويه الشيخ حتى لبني ملال الزيتون اللي مزيان هو الكاليتي ديال الزيتون في المغرب. دابا كاينين المناطق اخرين ولكن دابا هاد المنطقه معروفه بالجوده ديالها وتعطي الزيتون تا ينتج وتعطي جوده، فيه جوده فيه كل شيء. فهاد المنطقه هذه من زاويه الشيخ حتى لبني ملال دابا هاد الشتا اللي صبات اللي غادي تعاون شويه في الزيت، وما الزيتون راه قليل هاد العام، غادي يبقى الزيتون يعطي شويه النتيجه في الخروج ديال الزيت ديال لي تروا، القنطر غادي يعطي شويه مزيان. يا مزيان هاد الشتا دابا راه الزيتون تذكر دابا راه مذكور دابا الزيتون. شهر 11 ان شاء الله غادي نبداو، ان شاء الله بقى لنا واحد 15 يوم هكاك راه غادي نبداو، غادي يبداو الناس يجنيو، حنا اصحاب المعاصر غادي نبداو الطحين ان شاء الله. بالنسبه للارتسامات على هذا الموسم ديال 2022 2023 ديال الزيتون، الحمد لله الخير موجود، وعلى حساب هذا الشتاء هذه وفاء الخير، وكنتمناو انه يكون موسم رغم التوقعات اللي تيقولوا بان الزيتون ما كاينش، هو في الحقيقه كاين رغم الخصاص نسبه قليله ولكن راه كاين، والزيت غتكون جديده كاين البركه ان شاء الله. ضروري الجفاف كاين التاثير ديالو، ولكن على العموم ما غاديش يكون الموسم خاوي، كاين البركه. الزيت راه موجود المغاربه ما تخافوش. الحمد لله.